مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم أعراض تلقيح البويضة بعد حبوب الكلوميد. يعد دواء الكلوميد من العلاجات الطبية للعقم وتأخر الإنجاب. أنه يزيد من خصوبة المرأة من خلال تحفيز التبويض أو الإباضة، فهذه الحبوب تساعد على تنشيط التبويض والإخصاب، فبعد تناولها يعطي الجسم إشارات وعلامات تدل على أن المرأة في تلك الوقت تقوم بالتبويض والإخصاب، فكلما كان التبويض جيد ونشط كلما كانت العلامات أكثر قوة وأكثر ملاحظة. فبعد تلقيح البويضة تظهر سلسلة من الأعراض التي تشير إلى فاعلية واستجابة الكلوميد والحمل المبكر. تشمل هذه الأعراض تغير في سائل عنق الرحم، حيث يعتبر سائل عنق الرحم الذي يكون لزجاً علامة على تلقيح البويضة، حيث يختلف السائل من امرأة إلى أخرى. أيضاً الشعور ببعض المشاكل في الجهاز الهضمي مثل عدم الارتياح في حركة الأمعاء، الإمساك، الغازات، الانتفاخ والحموضة المعوية، كذلك الشعور بتغييرات نفسية ومزاجية مثل الانفعال، العصبية، التوتر، كثرة التفكير، أرق النوم. تعد فرصة الحمل مع الكلوميد جيدة وعالية، إلى جانب أن الكلوميد يساعد على الحمل متعدد الأجنة وفقا لنتائج ودراسات وأبحاث علمية. فغالبية النساء أصبحن حوامل بعد الدورة الأولى من العلاج، والبعض الآخر أصبحن حوامل في الدورات القادمة. يجب تناول الكلوميد تحت إشراف طبيب مختص وتناوله وفقاً للجرعة المحددة من الطبيب، إذ يتم تناول الكلوميد في اليوم الأول لنزول الدورة الشهرية لمدة 5 أيام متواصلة. وفي خلال فشل الكلوميد في الحمل خلال الدورة الأولى من العلاج، يوصي الطبيب بإعادة تناول الكلوميد مرة أخرى في الدورة الشهرية القادمة بدءاً من اليوم الأول على مدار 5 أيام متتالية. وفي بعض الحالات يصف الأطباء جرعة مضاعفة، ويحذر من زيادة الجرعة دون استشارة الطبيب والحصول على موافقته. ومن أجل تخصيب البويضة يجب ممارسة المعاشرة في وقت التبويض أو عند خروج البويضات من المبيض. إذ تخرج البويضة من المبيض خلال فترة تتراوح من 7 أيام إلى 10 أيام من استعمال آخر قرص من الكلوميد، وينصح بممارسة المعاشرة يوميا خلال تلك الفترة لحدوث الحمل. في حالة عدم إلمام الزوجة بموعد خروج البويضات، يكون من الضروري زيارة الطبيب لإجراء فحوصات طبية تساعدها على معرفة وقت المعاشرة المناسب للحمل والإنجاب.